الظهار التي حدثت لي خولة خولة بن ثعلبة لما ظهر من الزوج. هو قالت في الحديث الطويل التي رواه بعض السنن، هو كان رجل به لمم، مرة يخرج عن دائرة العقل. فيعني في واحدة من صحواته صارت مشاذة بينه وبينها، فغضب وقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم بعد ذلك يعني قالت: خرج من عندي إلى مجالس قومه، ثم لم يلبث أن جاءها مرة أخرى يراودها عن نفسها واعتبارها زوجته. فامتنعت، قالت: والله لا تفعل ذلك حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى إحدى جاراتها فاستعارت منها ثيابا، وكانت حالتهم فقر يعني على التقشف، يعني عندنا حاجة زائدة على اللباس العادي، يعني تضعها حتى تغشى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رجال وفيه نساء وفيه كذا. فاستعارت هذا الثوب وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته في البيت، فدخلت استأذنت فدخلت وكان بيت عائشة، وحكت للنبي صلى الله عليه وسلم قصتها مع زوجها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبها على أن هذا ابن عمها وهو في حالة كذا ضعف وإلى ذلك، لكنه لم يدلي بشيء. وفي بعض الروايات، وهذا استدل بها من قالوا يجتهد ولكنه ينتظر وحي، في بعض الروايات قال لها: حرمت ما أراك إلا حرمت عليه. ثم ما لبث أن نزل الوحي في نفس اللحظات، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليها: قد سمع. يعني والسيدة عائشة قالت: كنت في نهاية البيت لا أكاد أسمع كلامها، والله سبحانه وتعالى سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فجاءت الإجابة قاطعة ونزل حكم الظهار، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة هذه الآيات وانتهت قصة الظهار. فهذه يدل على، إذا قلنا بأنه لم يقل لها قد ما أراك إلا قد حرمت عليه، هذه معناها اجتهد ولكنه انتظر الوحي. وإذا قلنا بعدم هذه التكملة من الرواية، بل إن جبريل نزل عليه ففهمه الحكم الشرعي، معنى ذلك أنه لم يجتهد في ذلك بل توقف، وهذا هو الظاهر، توقف حتى نزل عليه قد سمعه، وقد نزل في نفس الوقت. نعم نفس الوقت، لا ما أخذ شيء حتى حاجة. وهذه المرأة التي وقف معها طويلا عمر بن الخطاب، قال: هذه قد استجاب لها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وأنا أغادرها قبل أن تغادرني. نعم.